الله حق تقاتي ولا تموتن إلا جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة في نفس المكان وفي ظروف لا تقل أنثى وجعلنا تفرض التنسيق وتوحيد الرؤى وتوحيد المناهج لمجابهة الذي اطلعت عليه من طهران أن هذا الحوار صعب، كل جانب لديه شروطه، وفي جدية، ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن تفاؤل بالنسبة للنتائج. الطرفين مهتمين بأن يصلوا إلى شيء معين حول العراق برغبة من بعض القادة العراقيين. هل لديكم رغبة في المشاركة في هذا المؤتمر؟ أهم شيء أن هذا الحوار يحافظ على وحدة العراق وسيادته الإقليمية وأمنه، وأيضا يوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية. بالنسبة لمراجعة طالب الناخب الإسرائيلي أن يتجه نحو السلام وأن ينتخب من يدعونا للسلام.